العبد الثالث والعشرون، مجلة بين أريبيا، مقالة بعنوان هل سيحل الدم حال الأبيونكس لدكتور سامر السياري. أقرأها عليكم مهندسة هدير محمد. لطالما كانت صناعة الفضاء حكرا على المهندسين، خصوصا مهندس الطيران منذ بدايتها، ولكن مؤخرا بعدما أدرك العلماء ومتخذي القرار في هذه الصناعة أنه الوقت المناسب للعمل مع باقي التخصصات، بعدما تطورت هذه الصناعة وأصبح طموحنا الآن إنشاء حياة كاملة خارج الأرض، وليس فقط تطوير صناعة الصواريخ التي ستنقلنا إلى خارج الأرض. احتياجات الإنسان الأولى التي مكنته من البقاء في بداية إنشاء أي مجتمع عمراني هي الطعام، الشراب، والمسكن، وهي نفس الاحتياجات التي سنحتاجها عند إنشاء أي مجتمع عمراني خارج الأرض. وجد المعماريون ومتخصصو صناعة البناء أمام مجال جديد قريب العهد، ألا وهو عمارة الفضاء الخارجي، بعدما كان التطوير والتقدم بصناعة البرمجيات منصبا فقط على العمارة على الأرض. فهل التكنولوجيا الحالية التي نمتلكها كافية للبناء خارج الأرض؟ إجابة هذا السؤال معقدة للغاية، وتعتمد في الدرجة الأولى على ماذا نريد أن نبني، وما هي التكنولوجيا الكافية التي نحتاجها للحياة. Life Supporting System. لتنقسم العمارة في الفضاء الخارجي إلى العمارة المدارية والعمارة على كوكب. النوع الأول معقد للغاية لعدم وجود موارد بناء، وبالتالي سيتم بناء كل شيء على الأرض ثم إرسالها في مدار، وبالتالي هي مركبة فضائية ولكنها مخصصة أكثر لبقاء رواد الفضاء مدة زمنية طويلة، مما يعقد تصميمها أكثر نظرا لخطورة الحياة في الفضاء الخارجي مدة طويلة. تعتمد صناعة الطيران على العموم وصناعة الفضاء تحديدا على ما يعرف بالأبيونكس، وهو المجال الخاص بتصميم إلكترونيات الطيران (Aviation Electronics). تشمل الأبيونكس الأنظمة الإلكترونية المستخدمة في صناعة الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية، وتتضمن أنظمة إلكترونيات الطيران، الاتصالات، الملاحة، وإدارة أنظمة متعددة، وتشمل نظم الاتصالات والملاحة والتنسيق بين هذه العشرات من النظم وعرضها، وهي أساسية لتشغيل وإدارة طيران المركبات المختلفة. وكلما زادت مهمة الطيران خارج الأرض، كلما تعقدت هذه النظم. أقرب مجال للأبيونكس معروف في صناعة البناء هو البيم، وهو المتخصص في تنسيق التخصصات الهندسية المختلفة. ويبقى السؤال الهام، هل سيحل البيم مكان الأبيونكس أم العكس؟ فنحن الآن أمام إحدى اختيارين. الأول هو تطور البيم بصورة كبيرة لتلائم احتياجات البناء الجديد، ليشمل الاتصالات وإدارة الطاقة والعديد من النظم التي لم تكن موجودة من قبل، أو ما سيحدث هو العكس لتطور الأبيونكس وتبتلع صناعة البناء التي حتما ستتطور في المستقبل القريب، لتشمل الإلكترونيات التي ستدخل في صناعة البناء حتى في العمارة الأرضية. مع تطور المباني الذكية والتي تشمل العديد من الإلكترونيات، هذا التطور سيلقي بظلاله على أغلب المهندسين والمعماريين، ليظهر ما يسمى الأرشونكس، وهو الصورة الجديدة للإلكترونيات المعمارية. من الواقع أن تلحق صناعة البناء نفس التطور السريع الذي نراه في الإلكترونيات التي دخلت في صناعة السيارات والتليفونات الذكية والحاسبات وكل نواحي الحياة. وبمجرد دخول هذه الإلكترونيات في المعمار، سيجد المعماريون والمتخصصون في صناعة البناء أنفسهم أمام تحدي جديد، وهو تعلم الأبيونكس المعمارية، أو ما أطلقنا عليه اسم.